دخل وراق على احد الخلفاء وعرض عليه الخليفه الاسلام فقال انه على دين النصرانيه دين ابائه واجداده ثم غاب عنه عاما كاملا وعاد اليه مره اخرى ودخل عليه قال الست من اتانا في العام الماضي وعرضنا عليك الاسلام فابيت فقال يا امير المؤمنين انني وراق يعني يكتب الكتب انني وراق اكتب التوراه والانجيل وقد وقد كتبت التوراه فزدت فيها ونقصت وذهبت بها الى السوق فاشتروها باغلى الاثمان ثم كتبت الانجيل فزدت فيه ونقصت ثم ذهبت به إلى السوق فاشتروه بأغلى الأثمان ثم كتبت القرآن فزدت فيه ونقصت فذهبت به إلى السوق فبصق الناس على وجهي فأدركت أن هذا الكتاب محفوظ بأمر الله جل وعلا وها أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله الله اوكل حفظ التوراه والانجيل الى الاحبار والرهبان ولكن القران اوكله الى نفسه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون